السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجياس كاوما. الاخبار الصاله والاخبار الهامه راح نحكيو على زكريا صانوغو، راح ردوا على جماعه اللي قاعده تكذب في الاخبار تاع شبيبه القبائل، وراح نشكروا الساعه. نبداو بالشكر، هنا نبداو الشكر قبل ان نردوا. ودوك نحكيو على زكريا صانوغو وقتها التقديم تاعو، والحمد لله رب العالمين، واكدتوا الصفحه تاع شبيبه القبائل. وما دام اكدتوا الصفحه الرسميه معنا اكدتوا الاداره. لايك على الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق. اول هنا امامكم موعد تقديم، قال لك الاسبوع القادم ان شاء الله بربي، ان شاء الله راح يكون لاعب هنا، في راح يديروا له حفل تقديم وكذا، وهذيك ايسونسيال يا جماعه. اللاعب راهو في شبيبه قبائل، ولا داعي للتكذيب يا جماعه، لا داعي للتكذيب. قالت لكم الصفحه خلاص دوكا بربي ان شاء الله الاسبوع القادم راهو هنا، راهو دوكا ربما راهو في الاصطياف وكذا من هذيك ايسونسيال. اللاعب راح يكون، وهنا راه ديماراج تاعو راح يكون لو 2 جوي ان شاء الله، تاع التدريبات وبدايه التدريبات والتحضيرات للموسم القادم، وان شاء الله راح يكون في حفل، وكنا نفرحوا باللاعب هذا والحمد لله رب العالمين. سوا مليح سوا كذا، راح يجي اللاعب شباب قبل ومن بعد يثبت للجماعه اللي قاعده تشك في اللاعبين، ومع مرور الوقت ونهار تبدا اللعبه نشوفوا اللاعب هذا. ايسونسيال يا جماعه، نشكروا من المنبر هذا الذين يدعمون في قناتنا جياس كاناس تي في، ويقولوا لنا راكم تجيبونا في الاخبار. الحمد لله رب العالمين، كل خبر راح نكون معاه بربي ان شاء الله، والجماعه تستمتع بالاخبار تاعنا، والحمد لله اللي يحب يستفاد من الاخبار الحمد لله راح نكونوا في الموعد، والحمد لله رب العالمين، ربي يوفقنا في ذلك. وان شاء الله اي خبر راح نكونوا معاه، وان شاء الله نجيب لكم غير الصحيح، يعني بالمعنى احنا نصفيو ساعات والله اخبار حتى نتاكدوا، ساعات نشوفوا اخبار والله ما نهزوا، ما نقدرش انا نهز انا خبر بلا ما نتاكد. ايسونسيال الحمد لله رب العالمين، هذه او هذا شرف لينا انه كاين جماعه وصح يبانوا من الكومنتير تاعهم يعرفوا كره القدم، والحمد لله رب العالمين. وان شاء الله نتمنوا انه الاخبار تاعنا ديما تكون صحيحه، والناس تستفاد من اخبارنا ان شاء الله يا رب العالمين. هذا ما كان، قلنا لكم الصفحه اكدت بلي هذا صانوغو زكريا راح يكون الاسبوع القادم، والتقديم عن طريق حفل يا جماعه. ما عندي ما نقدر نزيدكم، جبنا لكم الشيء اللي كاين يا جماعه. ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يوفق شبيبه القبائل، هذا هو لازم احنا ندعيو لها باه يوفقها ربي. وهذا ما كان، الناس اللي ربما قادر تكون اعداء الفريق هما اللي يحبوا ما حابينش الشبيبه تنجح في الصفقات. هذا هو الفيديو يا جماعه، لايك على الفيديو، ابوني في القناه، واتركوا لنا تعليق. ومع جديد اخبار جديده ان شاء الله سنوافيكم بها ان شاء الله في قناتنا جي اس كان الناس تي في. ركزوا لي على هذه، والمهم ان شاء الله الاخلاص والتوفيق بفضل ربي سبحانه. مع فيديو جديد، سلام خاوتي.